نوقف لحظة هلأ موجه للسيدات بصورة خاصة وللسيدات كلمة من القلب. يعني أنت اليوم بدك تغسلي، عالم في مانع وشي ضروري جدا أنك تغسلي، بس وين الإشكال اللي عم بيحصل؟ أنه بتحطي كل هالغسيل على البلكونات، بيصير منظر البناية مرعب ومخيف. حرام مدينة مثل بيروت هالجمال وهالمناظر الحلوة فيها يشوه هالغسيل محطوط على البلكونات. هذا شيء مش معقول ومش منطقي إطلاقا. بكل بناية في منشر، فيك تحطي يا ستنا الغسيل على المنشر. إذا مش مصدق قديش المنظر مزعج، اطلعي على بنايتك من بعيد وشوفي بقى الأحمر على الأخضر على الأزرق على الليلك على السكلمان. ما بيصير منظر البناية يتشوه بهالشكل هذا. بعدين في كل بلاد العالم، كل البلاد الراقية المتمدنة تعرف من تفاصيلها الصغيرة. هالتفاصيل هيدي هي هالقصص البسيطة اللي أنت ما بتنتبهي لها، إنك تمسكي على البلكون تحطي أي شيء، أي غرض مغسلتي تحطيه على البلكون، تحطيه على منشر موجود على سطح البناية أو عندك في مكان مقفل مش مبين. بدل ما تحطي زهور على على بلكونات البناية بتحطي غسيل ملون. يعني شغلة الذوق العام هي تدل على مدى تقبل الإنسان للحياة، على مدى معرفته كيف يعيش. الزهور بدل الغسيل، شو رأيك؟